ثمة أشياء لا تتغير في تعز، الرصاص والقذائف والدم والدموع المراقة يوميا، إذ لا تخشى جماعة الحوثي توقف نافورة الدم في هذه المدينة المذبوحة، كما بات أمر القتل شيئا من قبيل التسلية لقوات الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي. مع أنها تدرك أنه لا انتصار في تعز، ففي كل الصور القادمة لها تأثير صادم إلا على هذه الميليشيا فقط، فلذلك تستمر في قصف الأحياء والقرى، وكل يوم يكون المجتمع هنا على موعد مع وجبة جديدة لهذه الميليشيا التي لم تروى بعد من دماء المدنيين في المدينة. إلى المقبرة ساقت قذائف الميليشيا المتمركزة في مداخل المدينة ومحيطها شقيقين دفعة واحدة، بعد أن قصفت قرية ماهولة بالسكان في مديرية صبر، وتحديدا في حي الكشار، رندا عباس وشقيقها مازن عباس، وعدد من المواطنين الذين كانوا يستقلون سيارة بعد عودتهم من الجامعة. لم تسعفهم الرصاص بلقاء أهاليهم مجددا، فصلت القذائف بينهم وبين أسرهم المنتظرين عودتهم بشغف، لكن وحده القاتل من يغير مسار طريق وسائل النقل وينقل المدنيين عكس الوقت والزمن من البيت إلى المقبرة. وإن توفر الخيار الثالث هنا فهو إلى المستشفى، حيث وصل العديد من جرحى هذه الجريمة المشهودة لجماعة خسرت إنسانيتها قبل أن تخسر أي شيء آخر.